طفلة بنت أربع أو ثلاث رسمت مخطط حياة، قادت الأمة وغيرت البوصلة وقلبت السحر على الساحر، حيث هزمت يزيد في أرض الشام وبقيت منارا تضيء الدرب للمجاهدين وسائرين على نهج الحسين. رقية ابنة الحسين، تلك الطفلة التي تبلغ من العمر أربع سنيات، ماذا صنعت؟ ما علاقتها بأبيها؟ لماذا استطاعت رقية أن تكون مفردة أساسية وركيزة أساسية من ركائز الطف؟ هذا ما نتحدث عنه في هذه الحلقة في موكبكم، موكب الأيام، موكب أهل البيت سلام الله عليهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموكب المبارك. أهلا وسهلا ومرحبا بخدام الحسين ومن يقف في معسكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أرحب بكم أجمل ترحيب، والتعازي لكم موصولة باستشهاد أبي عبد الله الحسين وثلة من أهل بيته، كذلك الترحيب والتعازي موصولة لسماحة الشيخ جلال الصغير ضيفنا في هذه الحلقة. حياكم الله شيخي، أهلا وسهلا، عظم الله لنا ولكم الأجر. المفردة الأبرز عاطفية في قضية الحسين عليه السلام، ذبح الطفولة على نحر أبي عبد الله الحسين. حقيقة الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج إلى أرض المعركة، واحدة من المعالم الملفتة للانتباه أخذه للأطفال معه، وهو يعلم تماما ماذا يمكن أن تفعل الطفولة في تحريك الضمير العالمي أو في الضمير الإنساني، إن عند المقاتلين أو عند الرأي العام. أعتقد أن ما جرى مع عبد الله الرضيع قدم نموذجا مبكرا عن طبيعة تخطيط الحسين عليه السلام للتأثير المعنوي بالاتجاهات المتعددة، تارة في فضح الطرف المقابل وأخرى في طبيعة الإثارة الوجدانية لإبراز حق ضيع من قبل الكبار، ولكن الطفولة أسفرت عن وجه هذا الحق وبينت معالم هذا الحق. ما جرى مع السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها هو في نفس هذا الاتجاه. كانت بأبي وأمي أثيرة جدا عند الإمام الحسين عليه السلام، بطبيعة الحال طفل بهذا العمر يمتلك قلب أبيه ويستحوذ على كل اهتمامه. هي كانت مبادرة بشكل سريع جدا لكل حاجة تتصور أن الإمام الحسين بحاجة إليها، هي التي كانت تفرش له السجادة، هي التي كانت يعني تفرش له سفرة الطعام، هي التي كانت تقدم له حذاء. هو كانت على أي حال الكلمة بليغة في أن نقول كانت أثيرة قلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطفلة أولا يجب أن ننظر إليها فيما جرى عليها أثناء هجوم الأعداء الحسين عليه السلام بعد قتله بأبي وأمي على المخيم. ما الذي جرى بها؟ ما الذي حصل معها؟ نيران تلتهب بالمعركة، صراخ، بكاء، عويل، نحيب، تهديد، وعيد، هناك عمليات سرقة، هناك عمليات وحشية يقوم بها الأعداء، سياط تتلوى على أكتافهم وعلى ظهورهم بأبي وأمي. هذه صورة قد لا نتمكن من رؤيتها بشكل مبكر، أو قد لا نتمكن من رؤية حجم ما جرى على السيدة رقية، ولكن لدينا مشهد سيكون في الشام هو الذي سيعرب لنا عن حجم ما جرى من آلام على مثل السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، بالإضافة إلى البقية. ثم ما جرى في السبي، وفي حالة السبي أصعدوا على نوق هزل، بمعنى بلا حوامل بلا هوادج، وعظام النوق كانت
تؤذيهم أذية كبيرة جدا، ناهيك عن الشتائم، ناهيك عن السياط التي كانت تنهال عليهم، وهم صفوة بيت لم يسمع أي حرف من حروف الإساءة من قبل. كانوا لهم عزتهم الخاصة، كرامتهم الخاصة، وكانوا بعيدين تماما عن هذه الأجواء. انعكاس هذا الأمر على هذه الطفلة يجب أن يدرس بشكل دقيق جدا، وصولا إلى أن تصل إلى كربلاء، أن تصل إلى الشام. في الشام تجلت لنا صورة مريعة للغاية. هذه الصورة تبدت في البداية بذلك الحلم أو الرؤية التي رأت فيها أبيها الحسين صلوات الله وسلامه. سواء ذهبنا إلى ما يتحدث عنه تتحدث عنه مناهج التحليل النفسي في علم النفس أو ما إلى ذلك، أو ذهبنا إلى مقولتنا في الأحلام والرؤى بأنها من الله سبحانه وتعالى، مهما يكون إحساسها بالغربة، إحساسها بالحاجة إلى رؤية الحسين عليه السلام، إحساسها بالعطش إلى شوق في شوقها إلى الحسين، جعلها ترى هذه الرؤية. وهنا تساؤل، حينما مشت كل هذه المسيرة ألم ترى رأس أبيها على هو التساؤل يطرح أنها هي عاشت المعركة وهي تسمع ما يجري وترى ما تسمع. ليس بالضرورة أنها عاشت صورة المعركة، عاشت أجواء المعركة، لكن بالضرورة هي لكن يعني هنا جزء من الكبير من مصارع أخوتها وكذا. يعني هناك مسيرة طويلة كان رأس الحسين، رأس العباس، رأس إخوانها محملين على أسنة الحرام. هل رأتهم وكانت مذهولة، لم تتحمل المشهد بحيث لم تصدق الذي ترى، أم أن حالة الذهول أوصلت بها إلى أن تتصور أنها أمام كابوس وتريد أن تنتهي منه؟ بالنتيجة على بكائها حينما استفاقت وكانت تريد الحسين عليه السلام، بطبيعة الحال أبكت كل الموجودين ولم يكن في أيديهم جوابا ما يمكن لهم أن يجيبوا عليه. هنا الحالة المريعة التي يجب أن نلتفت إليها في طبيعة تعامل الطاغوت والظلمة مع أبسط القيم الإنسانية، مع طبيعة طفولة بريئة من بيت له عزته وكرامته. كان سكيرا عليه لعائن الله حينما سمع ببكاء النساء وصراخهن، سأل، قيل له بأن طفلة للحسين رأت أباها وهي تريده. كان بكل صلافة، بكل لؤم، بكل خوف، بكل سحق لأي معنى من معاني الإنسانية في داخله، أن أمر بأن يرسل الرأس المنحور للإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يرسل إلى هذه الطفلة. أعتقد أن هذا المشهد لا يمكن أن يتكرر من كثير من الظلمة والجبابرة الذين مروا على التاريخ. لا يمكن لكل جبار أن يصل إلى هذا المستوى وأن يصل إلى هذا التدني في التعامل مع الطفولة. عندئذ يأتي الكلام في طبيعة عاطفة هذه البنت حينما رأت رأس أبيها بأبي وأمي وهو بهذه الصورة، الدماء تجلله، وهي مباغتة قيل لها تطورت أن طعاماً، ثم قيل لها ارفع المنديل، وكل توقعاتها أنها لا ترى مثل هذا المشهد. كيف بوغتت، كيف
أصيبت بالصدمة، كيف تداعت كل عواطفها، مشاعرها، أحاسيسها على ذلك الطشت. لا يمكن لأي إنسان أن يتحدث أو أن يصف حقيقة ما جرى، لكن القدر المتيقن أن وفاتها بأبي وأمي كمدا على وهي على هذا الرأس الشريف يعبر عن طبيعة الألم الذي اكتنف هذه الطفولة وكيف تلقت هذا المنظر. صورة أخرى يمكن لنا أن نكتشف فيها فظاعة الذي جرى، حينما طولبت غاسلة أن تغسل السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، حقيقة سعد الله قلب الحوراء زينب، يعني كيف تحملت هذا المنظر، كيف تحملت هذا المشهد، لا أدري، لكن ليس من السهل بمكان أن يترك منظر الحوراء من بعد كل هذه الآلام وتدفع إلى ألم جديد. هذا الألم ربما من الناحية النوعية يختلف تماما عن بقية الآلام الأخرى. الإمام الحسين أوصاها بأطفاله عندئذ، حينما تفقد طفل الحسين، وأي طفل كانت أثيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليها، عندئذ أنا أعتقد حجم الفجيعة تجددت على قلب الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. وربما نستطيع أن نتأمل ذلك أكثر في كيفية ذهابها إلى قبر الحسين والسيدة رقية ليست معها، بعد أن كانت هي صفيتها وكانت بين يديها وكانت هي التي تحتضنها وما إلى، ما الذي ستقوله للحسين؟ وكيف ستنظر إلى العباس عليه السلام الذي تكفل بقافلتها؟ على أي حال، هذا الحديث يعني حديث يحتاج إلى معرفة أدق في طبيعة، لكن مهما يصف الإنسان أعتقد أن كل بيان لا يستطيع أن يدخل إلى مجريات الآلام. الآلام من يصفها ليس كمن يتحملها، من يتلقى العصي في مضرب المثل ليس كمن يعد هذه العصي. لكن أعود وأقول، أشير إلى هذا الجانب، أن تلك الغاسلة التي أريد منها أن تغسل جسد السيدة صلوات الله وسلامه عليها، حينما رأت جسدها، حينما جردت ملابسها، هربت هذه الغاسلة. وعندئذ التفتت الحوراء زينب إلى طبيعة الذي رأت، هي رأت جسما أسودا. وآنذاك الطاعون حينما كان يصيب الناس كان تلحق بهم كدمات سوداء أو ما إلى ذلك، لذلك هذه تصورت أن السواد كان نتيجة لمرض أو ما إلى ذلك، هربت. لكن الحوراء زينب أرادت أن تفضح القضية، وأريد لهذه القضية أن تفتضح من خلال هذه الامرأة. لم تستطع مسيرة السبي أن تفضح هذا الأمر. قالت لها: لا عليك أخي، إنما ترينه هو من ضرب السياط وليس من مرض. إذا كانت الطفلة البريئة قد تحملت من السياط ما جعل جسمها بأبي وأمي يسود، إذا ما كان جسم الحوراء زينب بأبي وأمي بقية حرائر الرسالة؟ ما الذي جرى بهم وهم يرى؟ يعني العالم عليه أن ينظر إلى هذه الصورة، عليه أن يكتشف أي معنى للإنسان يتبقى في المعسكر المعادي، وأي معنى من الصبر ومن التحمل ومن حالة تجسد الصبر عند أهل البيت بحيث تحملوا كل هذه الآلام. أنا أنقل هذه الصورة عن الإمام الصادق عليه السلام حينما أحرق العباسيون بيته بأبي وأمي وجلس يبكي
متكئا على حائط هناك، جاءه أحد أصحابه قال له إن هذا البيت يمكن أن يبنى أو ما إلى ذلك. قال: ما لهذا بكيت، وإنما حينما رأيت فرار بناتي وأهل بيتي من النيران تذكرت ما جرى على عماتي في كربلاء. هذه الصورة التي أبكت مثل الإمام الصادق عليه السلام هي التي يجب أن تعطينا جانبا من جوانب الأهمية في كشف فضائح القوم الذين قتلوا الحسين، في كشف فضائح المدرسة التي قتلت الحسين. الآن الكثيرين يتباكون على الطفولة، الكثيرين يتباكون على المرأة وما إلى ذلك، ولكنهم حينما يصلون إلى هذه المواجع كأنهم لا يعرفون طفولة ولا يعرفون نساء ولا هم يعني. وهذه سجية الظلم حينما يعتلي مكانا لا يبالي بأي مقياس ولا يبالي بأي قيمة، مهما كانت هذه القيمة واضحة وصريحة وفاضحة إلى الآخر. نعم سماحة الشيخ، العذر لك وللسادة المشاهدين حقيقة. سقى الله بدمعاتك جنانك في الخلد. كيف تحملت السيدة زينب ما لا نتحمل سماعه، لا مجرد أن تسمع قضية السيدة رقية تنهار، فكيف تحملت زينب النظر إلى تلك الفاجعة ومعايشة تلك الفاجعة؟ أي صبر لزينب، أي جلد لزينب بنت علي. على أي حال الحديث عن لعله السيدة الحوراء صلوات الله وسلامه عليها لا يتمكن أي بليغ من أن يصف ما جرى عليها، فضلا عن أن يصف ما اعتمل في قلبها من شجون ومن آلام. ولكن حقيقة حديث الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما قالت: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأجوال إلى آخر كلامها، هذا الحديث لا يبتعد عن طبيعة ما صب على الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك كانت يعني فجيعتها حينما كانت بهذا الحجم، تارة أريد للمرأة المسلمة أن تتأمل في مقدار ما يجب عليها أن تتحمله من مصائب الدهر ومن آلام المسيرة. في كل مسيرة ثمة آلام، إن كنتم تألمون فإن القوم يألمون. هذا التعبير تحتاجه المرأة المسلمة حينما تدعى إلى أن تقتدي بالحوراء، حتى اللاتي لم يقتدين بالحوراء ولكنهم حينما يقفون أمام هذا المنظر لا يمتلكون إلا أن يشعروا بجلال الموقف وبهيبة ذلك الصبر العجيب الذي تحملته مثل الحوراء. كانت العرب تتأسى بموقف الخنساء من أخوتها ومن بكائها وما إلى ذلك، لكن آلام الحوراء تحولت بعد ذلك حينما تحولت إلى تفجع، حينما تحولت إلى دموع، استطاعت أن تؤثر تأثيرا كبيرا جدا في طبيعة المجتمع. وأعتقد جازما بأن هذه الدموع وهذه الآلام انعكست بشكل جدي على كل عمليات الثأر للحسين عليه السلام التي تلاحقت من بعد ذلك. نعم أحبتي، نواصل هذه الحلقة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله وبياكم في موكب الأحزان، موكب أهل البيت، موكب الأيام الذي يحمل شعارا: ونصرتي لكم معدة. في هذا الموكب نؤكد على أن نصرتنا لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه معدة في كل زمان ومكان، وهذا الموكب يثبت هذه النصرة في نفوس المؤمنين من خلال طرح المواضيع الحسينية
بجنبين، الجنب العاطفي والبعد الفكري والفلسفي والثوروي للقضية الحسينية، واستجلاب التاريخ للحاضر والانتفاع من القضية الحسينية في الحاضر. نتحدث ولا زال الحديث عن ثورة كبرى من ثورات عاشوراء، ومفصل مهم من مفاصل عاشوراء السيدة رقية ابنة الحسين عليه السلام، يحدثنا عنها فضيلة الشيخ جلال الصغير. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى، أهلا ومرحبا بكم. سمحت الشيخ، هناك نسمع الكثير يطالب بالطفولة وحقوق الطفل، ويمرر من خلال هذه الحقوق معاني كبيرة من شأنها تبعد الناس عن الإسلام، يعني يرفعها شعارا ليمرر من خلالها كثير من الأمور أو الرسائل التي تحاكي العقل الباطني كما يعبر. من الواضح جدا أننا في زمن الفيك نيوز، يعني أو الإعلام المزيف أو الوقائع المزيفة أو ما إلى ذلك. كثير من هؤلاء الذين يتحدثون يركنون إلى أجهزة سبق لها أن انتهكت حرمة الطفولة في كل العالم. يعني من استخدم القنابل الذرية في ناكازاكي أو في هيروشيما، ما الذي كان يتصور أو ما الذي يمكن لنا أن نتصور وضع الطفولة في تلك المدينتين؟ من أباد الهنود الحمر واستخدم معهم كل وسائل الإجرام وقتل ما يقرب من 102 مليون إنسان من أجل أن يحتل أراضيهم ويصادر ثرواتهم وما إلى ذلك، كيف يمكن له أن يتحدث عن حقوق الطفل أو عن حقوق المرأة أو عن حقوق الإنسان حتى؟ من امتهن تجارة العبيد وكان يسرق العبيد من أفريقيا ويتاجر بهم في كل بلدان العالم، وهنا للإنجليز دورهم الأساسي وللأمريكان دورهم المستوعب لمثل هذه الجرائم، كيف يمكن لنا أن نصدق بأن حديثهم عن حقوق الإنسان هو حديث جاد وقاصد في هذا المجال؟ حقيقة مشاركة الطفولة في واقعة كربلاء هي أحد معالم كربلاء، ولو وقفنا عند مشهد السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليه، أو لو عدنا إلى مشهد السيدة رقية صلوات الله عليها، لوجدنا واحدة من الوقائع التي يجب أن لا نستغربها لو حصلت اليوم. اليوم، وأضرب مثالا بسيطا جدا، لماذا استجاش العالم على نشيد سلام يا مهدي، نشيد أطفال كانت الأطفال متناغمة جدا معه، لماذا لم يتقبلوا ذلك؟ لماذا شنت قنوات الحرب النفسية، قنوات الحرب الناعمة هجوما كبيرا على مجرد نشيد للطفولة، مع أنهم يربون الطفولة عبر أمثلة متعددة يمكن أن نتلمسها بمنتهى الوضوح. الآن الكثير من أفلام الكارتون أو الكثير من الألعاب التي تخصص للطفولة حقيقة فيها من الدعوة إلى العنف، بل إلى الشراسة في العنف والقتل الشديد ما لا يمكن أن يتحمله الكبار، بالوقت الذي تلقن هذه الأمور إلى الطفولة بشكل مبرمج وبشكل مهندس. لماذا استثارهم أن ينشد الطفل للإمام المهدي ولم يستثرهم ذلك الطفل الذي تحدث في أمريكا وعمره 10 سنوات أو 11 سنة، قيل له ما هو الأمل الذي يحدو بك؟ قال أريد أن أقتل أحد. لا يوجد لديه أمل، لأنه يتلقى هذا الأمر من خلال ما يتعلمه من أفلام الهوليود أو من ألعاب الفيديو جيم، ألعاب الفيديو أو ما إلى ذلك. هذا الأمر يجب أن لا يخرج من من تفكيرنا في طبيعة المناهج التربوية التي يدعيها هؤلاء.
حينما يلجئون الطفولة إلى أن تفكر بالممارسات المثلية بعنوانها واقع. الآن قبل أيام قليلة في كندا وزعت استمارات على الأطفال في المدارس تحدثهم عن السحاق، تحدثهم عن اللواط، تحدثهم عن المثلية الجنسية إن موجب وإن سلب، وهم أطفال، ويقولون لهم اختاروا من هذه الأمور. لماذا تداهم الطفولة وتخدش براءتها بهذه الطريقة؟ لا شك ولا ريب أن الذي يعتمد مثل هذه المناهج لا يمكن له أن يفكر بحق الطفل بقدر ما يفكر في كيفية استعباد المستقبل من خلال التأثير على عقلية هؤلاء وعلى قيم هؤلاء. ما أحسبه أن يزيد ابن معاوية حينما قدم للسيدة رقية، شيخ أصلاً قبل أن ننتقل إلى يزيد بن معاوية خلينا نبقى بهذه الحلقة شوية، بهذه الدائرة. بجانب يصور الحجاب هو انتهاك للطفولة وإماتة للطفولة وحبس للطفولة، أنه بنية عمرها 9 سنوات كنت تتحجب هذا إماتة، وبجانب آخر تجد الانفلات، لا أقول حرية، هم يستعملون الحرية كلفظ لمرادف للانفلات، لتلطيف الانفلات وفق نظرية التغطية. كيف تقرأ هذه القراءات؟ لا سيما أن هذه الرسائل غزتنا وبدأ الغزو أكبر في هذه الأيام والقادم أكبر. يعني الآن أنا أسألك، الآن الطفل يباوع مثلا كرتون سبونج، ما الذي يأخذ من سبونج؟ شتائم، ألفاظ قذارات، بذاءات، والطفل يتلقاها بعنوانها أمثولة أو بعنوانها مثل. حينما يتلقى في قناة النتورك أفلام تؤكد له وجود آلهة متعددين في هذا الكون، وتؤكد له الإلحاد بطرق متعددة جدا، حينما يتلقى من قناة الثالثة في الـ MBC المهتمة بالطفولة أو ما إلى ذلك، الكثير من الأفلام التي تقول له بإمكانية وجود العلاقة والصداقة غير البريئة مع الفتيات ومع إلى ذلك، هذه لا تأتي من فراغ، وإنما ثمت منهجة لإفساد أو لتهيئة إفساد الشباب. الشباب باعتبارهم هم قيادات المستقبل، وحينما نظر هؤلاء إلى أنهم لا يستطيعون الإمساك بالرجال ذهبوا إلى الأطفال وذهبوا إلى الشباب، لأنهم من خلال تحويلهم إلى قوى عابثة، إلى قوى لاهية، إلى قوى لا تفكر بالقيم بقدر ما تفكر بجسدها وبطبيعة أنانياتها وبطبيعة الصراع مع الشخص الآخر، مع من يجاورهم، عندئذ لا يمكن لنا أن نتصور البراءة في وضع هؤلاء. دليلنا بسيط جدا، يعني لا نحتاج إلى استدلال كبير. من يتحدث بحقوق الإنسان ماذا فعل في فيتنام؟ من يتحدث بحقوق الإنسان ماذا فعل في الكوريتين؟ من يتحدث بحقوق الإنسان ماذا فعل في غواتيمالا أو في كوبا أو في السلفادور أو ما إلى ذلك من بلدان أمريكا اللاتينية؟ ماذا يفعل الآن في أفريقيا؟ كيف ينهب الثروات وما إلى ذلك؟ بل وحتى ماذا فعل في العراق أيام الحصار؟ أنا لا أتحدث عن العراق حتى لا يقال أنه يعني أنتم متأثرون بواقع ربما أنتم شركاء في صناعته، حتى لا يقال. نتحدث عن العراق في زمان الحصار. ماذا جرى في فلسطين؟ ماذا جرى في العراق؟ ماذا جرى في أفغانستان؟ الصور المعاصرة في أفغانستان، من الذي أحدثها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي ساعد على أن يتحول الأفغاني إلى صورة مرعبة في هذا العالم وإلى صورة شرسة في هذا العالم؟ هؤلاء هم الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والحقيقة التي لا يماري بها أي أحد من الخبراء السياسة، بأن قضية حقوق الإنسان ذريعة لاحتلال الآخر أو للتأثير على الآخرين.
لا يوجد شيء آخر في هذا المجال. الآن هم يتحدثون عن الحرية، عظيم. لماذا يكون الحجاب لا حق للمرأة بها؟ إذا كانت الحرية هي في التعري، لماذا لا تكون الحرية في الحجاب؟ لماذا تصدر فرنسا وكثير من الدول الأوروبية مواقف ضد الحجاب، مع أنهم يبكون ليلا ونهارا على حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير؟ لا نذهب بعيدا. الآن ماذا يفعل الفيسبوك واليوتيوب وتويتر حينما تكون الكلمة مؤذية لأمريكا؟ أين حرية الرأي التي يتحدثون عنها؟ لماذا يكون ذكر الشهداء مرعبا إلى الفيسبوك بحيث تحضر صفحات يعني بشكل واضح جدا أنهم لا يعيرون مسألة الحرية وخاصة حرية الرأي التي يتبجحون أثاروا زوابع هائلة في العالم أن الدولة الفلانية لا تؤمن بحرية الرأي والرأي مقموع، وهم يمارسونها بطريقة مفضوحة جدا. لكن في الكثير من الأحيان الصور الفاقعة لا يلتفت إليها الإنسان لأنها تأخذ كل يعني إحساسه، بحيث يعايش هذه الصورة ولا يلتفت إلى مغازي هذا الأمر. حقيقة أضحوكة أن هؤلاء ينادون بحق المرأة أو بحق الطفل أو بحق الشاب أو أنهم يسعون إلى حريتهم وما إلى ذلك، إكذوبة يراد بها السيطرة على مستقبل هذه الشعوب ومحاربة المناهج التربوية التي من شأنها أن تحصن الشاب وتحصن المرأة من أن تكون مخدوعة بطبيعة القيم الزائفة التي تربي عندها حالة الانحلال والتخلي عن المسؤولية وعدم الإحساس بالواجب. جزء من الحرب الفكرية؟ لا شك ولا ريب. جزء من الحرب الناعمة؟ لا شك ولا ريب. جيد، ما هي أساليب المواجهة، لا سيما أن الكثير من شعبنا العراقي، لا أقل، لا أتحدث عن الشعوب الإسلامية، أتحدث على الأقل في العراق، وقع في هذا الفخ؟ أنا لدي هنا ملاحظتين يعني أذكرها. المعالجة العاشورائية نتحدث. أنا أذكر يعني من لدن عاشوراء نموذجين. يعني في المثال الأول، ما توقعته السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها أن يقدم لها، هذا يجب أن يؤخذ إلى واقعنا. ماذا تتوقع الطفولة منا؟ ماذا تريد الطفولة منا؟ يعني هي كل الذي أرادته حقا طبيعيا، أرادت أباها، لم تكن تطلب شيئا مستحيلا أو شيئا بخلاف التوقعات أو ما إلى، كل الذي أرادته حقا بريئا طبيعيا عفويا فطريا أن ترى أباها، لم تطلب شيئا يعني لا واقعية له. ما الذي قدموه لها؟ بأي طريقة قدم، تمت تلبية هذا الطلب؟ ولماذا تموت كمدا بهذه الطريقة؟ لذلك في مناهجنا أولا كإسلاميين كمبلغين، في مناهجنا يجب أن ننظر بالضبط ليس إلى ما نريد فحسب، وإنما ماذا تريد الطفولة أيضا. هناك طلبات جادة لدى هؤلاء ويمكن لها أن تؤثر عميقا في كل مرامي حياتهم، وإن لم ننتبه إلى هذه القضية ربما نكون سببا في إصابة مستقبل الشباب بما لا يحمد عقبه. هذا أولا. كمبلغين أيضا أوجه رسالة لنفسي وأوجهها إلى الآخرين. هذه الطفولة التي جاءت إلى سلام يا مهدي وإلى سلام فرمنده، ماذا تقول لكم أيها المبلغون، أيها النخب، أيها المثقفون، أيها المربون، ماذا تريد أن تقول لكم؟ قد لا يرى الإنسان كل المشهد، ولكن هذه الطفلة التي لا تعرف عن الإمام المهدي إلا أنه إمامها، لماذا تبكي ودموعها تسيل على خديها؟ ربما الشاب يبكي لأنه يعرف مقدار، الرجل الكبير يبكي لأنه يعرف أكثر، لكن هذه الطفولة ماذا تعرف غير هذا الشوق وغير
هذه العاطفة. الأمة يا أخواننا المبلغين، يا أخواننا النخب، أقبلت إليكم تريد منكم هذا الغذاء، لا تريد غذاء آخر. أمريكا طبلت بأغانيها، برقصاتها، بدعواتها للمثلية، بما يسمى بمنظمات مجتمعاتها المدنية وما إلى ذلك، والذين جعلتهم حرابا في بنيتنا التربوية. جربوا، لم تستجب لهم الأمة. عقدوا، وزعوا مخدرات بأموال طائلة، وزعوا المشروبات الروحية على شبابنا، لم يستطيعوا إغراء الكثيرين. ولكن هؤلاء الكثيرون الذين لم تستطع أقبلوا على هذه المشاهد. الآن ما يجري في مواكب الحسين عليه السلام في واقعنا رسالة بليغة إلى أن الأمة تريد هذا الزاد، تريد زاد أهل البيت ولا تريد غيرهم، متعلقة بإمامها المنتظر، تارة طلبا للفرج وطلبا للإنقاذ وطلبا للخلاص، وأخرى لأنه إمام زمانها ولأنها تعتقد بأن هذا الإمام. وهنا أنبه إلى أن بايدن حينما ذكر الإمام المهدي خلال هذه الفترة تحديدا، لم يأتي ذكر الإمام المهدي على لسانه من فراغ، وإنما تتويجا لحملة يرتعبون منها. هم يتلقون الرسائل الموجودة في كتبهم المقدسة، ويتلقون طبيعة الذي يجري في مناطقنا وفي أوضاعنا. لذلك لم أستغرب أن تبادر هارفارد، جامعة هارفارد، بعد خطاب بايدن بحوالي أسبوعين أن تصدر كتابا عن الإمام المهدي يحمل تشويهات كثيرة، كتب بأيدي علمانية وإن كانت ظاهرها أنها تنتمي إلى شعوبنا الإسلامية، ولكنها كتبت بأقلام بطريقة مسمومة لتشويه صورة. هذه الصورة حينما تصدت السكاي نيوز إلى تشويهها، حينما تصدت القناة الفلانية أو القناة الفلانية أو مئات مواقع التواصل الاجتماعي حينما تصدوا إلى الإعراب عن ألمهم نتيجة نشيد، وهذا النشيد ردد بعفوية بالغة، لم تصرف عليه تلك الأموال، لم يجيش إليه جيش. قد لا يعرف الكثيرون نشيد سلام فرمندا قرأ في قرية صغيرة من قرى محافظة جيلان على بحر قزوين، ولم يلتفت إليها أحد إلا بعد أن بثت بقناة محلية أو أشبه بقناة محلية. أخذت حينما نظروا إليها سرعان ما شع لهيبها في كل العالم. نعم. هذا التلقي هو رسالة إلى المبلغين، إلى النخب، إلى كل من يستشعر بوجود مسؤولية له مع هذه الأمة، مسؤولية عليه مع هذه الأمة ومع شباب هذه الأمة. انتبهوا إلى ما يريد هؤلاء، ستصنعون من خلالهم جنودا يستطيعون أن يضمنوا للعراق عزة ولبلداننا كرامة. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. المقولة المعروفة، تعلم في الصغر مثل النقش على الحجر، أو عندما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خذوهم صغارا، هي دعوة للمبلغين ودعوة لذوي الشأن أن يكون لدينا لا أقل مشروع يحاكي الطفولة ويربط الأطفال بإمام زمانهم صلوات ربي وسلامه عليه. هنا من موكب الأيام وصلنا إلى ختام هذه الجلسة، وكما أقول دائما الحلقة مستمرة إن شاء الله مع خدام الحسين. شكرا لفضيلة الشيخ الصغير، كنت كبيرا هنا في عطائك لسيد الشهداء عبد الله الحسين. كذلك شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم في حلقة قادمة، إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيك وأسترعيكم إلى لقاء آخر. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.